اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف وضيفكم، واحد من العناصر المميزه اللي احنا ان شاء الله بنراهن عليها يكون لعيب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى، احمد خالد كباكا. نورنا كباكا. منور يا كابتن، مبسوط جدا ان انا اكون مع حضرتك النهارده. قول لي بس اسم الشهره كباكا ولا اسمك فيه كباكا؟ لا لا، اسم الشهره انا اسمي احمد خالد جمعه عادي. طب ايه كباكا جت منين بقى؟ صاحب بابايا طلع عليا اسم كباكا، يعني شهره عشان يكون مختلف يعني وسط زمايلي يعني. ده كان عندك كام سنه وقتها؟ لا كنت صغير جدا، اول ما رحت خالص قبل حتى ما اروح المقاولين. بس عايزين نتكلم بقى عن بدايتك. بدايتك ابتديت فين؟ ابتديت الاول في اكاديميه وادي دجله، بعدها رحت كابتن جمال السايد، كان عندنا ماتش ودي مع نادي الشمس في ساعه اكاديميه وادي دجله، فشافني كان عاوز يوديني امبي، فرحت اختبارات امبي كذا يوم، بعدها كابتن سعيد الشيشين كلمني، كلم بابايا يعني، انك تروح المقاولين. اروح المقاولين، فانا قعدت اروح. كان عندك كام سنه وقتها؟ يعني خلاص داخل على 5 سنين يعني. 5 سنين. لسه صغير قوي. بعدها قال لي لا تروح امبي يعني، ولا تفضل تروح المقاولين العرب. فانا رحت بقى، حبيت المقاولين العرب اكتر من امبي. كان امبي ساعتها لسه ما كونوش الفرق، كانت الفرق كلها مع بعض، فكان في ناس كبيره كده، فانا حبيت اروح المقاولين بس بقى، ورحت بقى المقاولين. طب ورحت وادي دجله ازاي بقى؟ جت الخطوه بتاعت دجله ازاي؟ ساعتها كان في كابتن يونس اللي هو دلوقتي ماسك منتخب جزر القمر، كان مغربي فرنسي، فكان بيكون فرقه يعني من اللي هو الموهوبين في قطاعات الناشئين، فكلمه مقاولين وبعته فاكسات، وبعدها دفعوا فلوس، وبعدها رحت من وادي دجله. مقاولين لوادي دجله. قعدت كام سنه في دجله؟ يعني 6 سنين. ما شاء الله مرنت مع مدربين كتير في وادي دجله. ابرزهم يعني هو كابتن يونس، كابتن بركات علام طبعا خيره عليا، هو يعني اللي علمني الكوره، الاسكان والحاجات الكره الحديثه يعني، وكابتن محمد رجب، وكابتن علاء طبعا برضو مع 2005. كانت على عبده. لما كنت بنزل 2005 كان هو اللي بيدربنا.